وهي النقطة التي طرحها دكتور إسلام وأردت أن أفرد لها مساحة خاصة. دكتور إسلام، لما نتحدث عن الدول الأوروبية والولايات المتحدة التي يعني لا أريد أن أتجاوز لما أقول كان يعتقد أن أزمات كهذه قد تحل أو على الأقل يجري السيطرة عليها بشكل علمي ومقنن، ولم يحدث. رأينا العالم في حالة بانيك يعني وفوضى. فما الذي سيحدث في الشرق الأوسط إذا لم يكن هناك وعي مجتمعي بضرورة الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الحكومات؟ تمام، يعني بسيط جدا بقى قبل بس ما ابدا على الاجابه. تفضل. الجزء بتاع اوروبا وحجم الاستهانه اللي كان حاصل للفيروس كتير في البلاد الاوروبيه، وانا ده رايي برضو الشخصي، هو ناتج من تاخير الاجراءات الاحترازيه من منظمه الصحه العالميه. منظمه الصحه العالميه تاخرت كثيرا جدا في اعلان وباء كورونا، وباء عالمي، ولغايه ما كانت لسه بترفع احترازات من غير اعلان ان هو وباء عالمي، كان كل الدول الاوروبيه مستهينه بالفيروس، لان ال WHO ما طلعتش احترازات قويه تقول ان الفيروس فعليا محتاج احترازات وغلق للحدود ومنع للسياحه وهكذا. قد ايه احنا عندنا وعي في بلادنا وايه الحلول اللي قدامنا؟ تاني هنرجع نقول ان الاسبوعين الحاليين هم الاسابيع الفاصله في الشرق الاوسط لانتشار فيروس كورونا. احنا يا اما يبتدي الفيروس في الانحصار او يبقى في كذا بؤره دفينه، واحنا شايفين ان الوعي حاليا اللي موجود لسه قليل. احنا محتاجين حاله اجبار وقوانين، وده اللي احنا شفناه في معظم البلاد العربيه وشفناه حتى في مصر هيبتدي من بكره، لان لغايه امبارح كان في تجمعات، في ناس نزلت في مصر المغرب كان فيها تجمعات، ناس بتتجمع تدعي عشان ربنا يزيل البلاء. انتوا بتتجمعوا البلاء مش هيتشال، انتوا ممكن تكونوا بتعملوا بؤره داخليه. حاليا احنا ابتدينا نبقى محتاجين اجبار للناس، لان انتشار الفيروس ده سلسله، السلسله دي هتتكسر بوجود مصر اللي هو لسه قدامها 18 شهر، بوجود علاج اللي هو لسه لغايه دلوقتي ما فيش حاجه ابروفد من الاف دي اي، حتى الكلوروكين لسه تحت الابحاث، او ان احنا نعمل العزل الاجتماعي والفصل ما بين الاشخاص والمسافه الامنه بين كل شخص والاخر. الحل الثاني ده هو الحل الوحيد في ايدينا، طالما الدول ابتدت تحط القوانين وابتدت تعمل حظر التجول اللي موجود في معظم البلاد حاليا. دلوقتي لو الدول محتاجه تضخ اموال، مش محتاجين نشتري كمامات ولا نشتري جوانتيات. اللي احنا محتاجين نعمله دلوقتي نزود الوعي على قد ما نقدر لكل مجتمعاتنا. انت مش بس بتحمي نفسك، انت بتحمي عيلتك. احنا مش محتاجين يكون شخص مسؤول عن موت فرد من افراد عائلته لان هو عنده عدم وعي بان هو ممكن يكون حامل للفيروس، وينقله لشخص عنده مرض مزمن، ضغط او سكر، او بياخد ادويه بتقلل من المناعه، وفي نفس الوقت هو ما يعرفش انه عنده الفيروس. فده المعضله اللي احنا فيها، ومتهيالي الاسبوع ده احنا كلنا مراقبين الوضع يوم بعد يوم وساعه بعد ساعه في الشرق الاوسط كله، وحاطين ايدينا على قلبنا ان ما يبقاش في بؤره جديده موجوده في اي دوله منهم، لان احنا البنيه التحتيه الصحيه في اي بلد من بلادنا غير مؤهله تماما. ايطاليا كانت ثاني احسن دوله على مستوى العالم في البنيه الصحيه، مصنفه كذلك من ال WHO. فاحنا ما عندناش سراير في الرعايه المركزه تكفي لحجم هذه الاصابات، وده اللي كان حاصل في ايطاليا. ايطاليا الناس كان بتموت بسبب ان مفيش سرير رعايه مركزه، مفيش اجهزه تنفس صناعي. الضغط على الامكانيات الصحيه والاطقم الطبيه بالتاكيد يا دكتور اسلام. طيب سؤال اخير بروفيسور حسن زمرلي. بروفيسور، صحيح هي يعني مشاهده غير طبيه، بس كمان اريد ان استطلع وجهه نظر حضرتك فيها. راينا دول كانت ايطاليا تعول عليها في المساعده